أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة 29 من قوافل ستر وعافية بمركز فرشوت بمحافظة قنا. تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للأهالي، ذلك بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف، حيث تشمل قافلة طبية متعددة التخصصات، وذلك للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، كذلك تركيب أجهزة تعويضية. في مبادرة ستر وعافية جميع الأطياف مشاركة النهاردة في كرنفانات، في قوافل طبية، في كروت التكامل، والنهاردة الدولة بتولن على أنها في ظهر المواطن المصري. احنا حاضرين النهاردة في عرس يعني ينم على محاولة الدولة أنها كمان تدعم المواطن وتكون قريبة من المواطن في كافة الفعاليات. النهاردة أكثر من جهة مشاركة، أكثر من جهة منحة، إقبال غير عادي من كافة الأسر وكافة الأطياف المثقفين المهتمين، الجمعيات، الناس المستفيدة، المتطوعين. تقدم خدمات كتير للمواطنين، منها توزيع ملابس مجانية، منها كشف طبي مجانا وتحاليل، ومنها توزيع بطاطين، منها توزيع مواد غذائية. والحمد لله كان الحشد كبير وكان الإقبال كويس جدا. احنا جايين في قافلة ستر وعافية، دي قافلة شاملة بتكون فيها أكتر من تخصص، منها طبي ومنها حاجات تموينية وتموين اقتصادي، وفي برضو في توزيع ألحفة بيتم على المستحقين اللي بيتم دراسة الحالة ليهم من خلال مؤسساتنا. المؤسسات اللي مشاركة معانا أكتر من 17 كيان من كيانات التحالف الوطني. احنا موجودين هنا في 22 عيادة، 6 صيدليات موجودين. حللنا ضغط وسكر وعملنا جميع المبادرات هنا مجانية، عيون وبطنة وجراحة وجميع المبادرات، جميع مبادرة هنا دم كلهم كشف مجاني. نشكر القيادة السياسية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتحالف الوطني اللي مشاركين منه النهاردة 17 مؤسسة، شاركوا النهاردة بقافلة طبية شاملة جميع التخصصات، شاركوا معنا النهاردة برضو بسداد ديون الغريمات، شاركوا بمشاريع تنموية صغيرة للأسر المستحقة.